دمعتك حرقت قلوبنا. بكاء جندي لبناني أثناء التظاهرات يشعل قلوب نجوم لبنان. أثار مقطع فيديو لأحد الضباط اللبنانيين عاطفة بعض الفنانين، حيث ظهر الضابط وهو يبكي بحرقة غضبا على ما يحدث في لبنان من الأحداث الجارية، حيث شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها مقطع الفيديو عبر إنستغرام لتؤكد على وحدة الجيش اللبناني مع الشعب، فقالت: أنت منا ونحن منك، دمعتك حرقة بقلوبنا. بينما انتقد الفنان راغب علامة السياسيين اللبنانيين على ما فعلوه، وجعلوا الأمر يصل إلى بكاء أحد الجنود لأنه يقف بوجه شعبه المقهور، فقال: هذا العسكري البطل لم يستطع أن يتحمل هذا الموقف المؤلم الذي وضعه فيه السياسيون بمواجهة أهله وشعبه المقهور. وأضاف علامة موجها رسالة إلى كل السياسيين: يا أيها السياسيون، اتقوا الله في أوطانكم وفي شعبكم وفي جيشكم. وتضامنت الفنانة اللبنانية مايا دياب مع الفيديو المتداول للجندي اللبناني قائلة: حرقت لي قلبي وبكيتني، نحن معك ومثل ما انت سندنا نحن سندك، من حبك ومن جلك، دموعك غالية ومش من عيونك لازم ينزلوا، خلي هالحيطان والحيتان اللي بالسلطة تبكي، بدنا نبكيهم ودموعك عراسي، ثورتنا إلنا وإلك يا جندي بلادي. وشارك الإعلامي نيشان فيديو لجندي آخر يبكي أيضا، وأكد أن هذه الدموع ليست مجرد دموع شخص، بل هي توضح مدى ترابط جموع أطراف الشعب اللبناني، فكتب: هذه ليست دموع عسكري، هذه حرقة قلب وطن على وطن. واندلعت مظاهرات احتجاجية الخميس الماضي في وسط بيروت حتى عمت كافة المناطق اللبنانية، مما أدى إلى أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك بسبب موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يفرض رسوماً على تطبيقات الإنترنت التي تتميز بخاصية الاتصال المجانية مثل واتساب وفيسبوك.